حياكم الله، أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلبة في هذا الشرح الجديد. المحاضرة السابقة تحدثنا عن بداية الفصل الثامن ووصلنا لحد الهوموفونز. اليوم راح نتكمل موضوع الهوموفونز، نكمل موضوع عندنا اللي هو يعني إضافات في نهاية الكلمات. هاي الإضافات تكون متشابهة وكل إضافة يعني تختلف عن الأخرى. فمثلا عندنا اليوم مجموعة الإي آر. الإي آر يعني اكتبها يمك ملاحظة. يوجد في اللغة الإنجليزية ثلاث إضافات للآر. يوجد أو ثلاثة أنواع للآر. يوجد في اللغة الإنجليزية ثلاثة أنواع للآر. عندنا إي آر المقارنة ويرمز لها بـ سي بي، يرمز لها بـ سي بي. أول نوع من الإي آر هو إي آر المقارنة ورمزها هو سي بي. زين، شلون تعرفها؟ يا هلا بنبيل وعليكم السلام. شلون تعرفها سي بي إي آر المقارنة أو الإي آر السي بي اللي هي المقارنة؟ شلون تعرفها؟ من يتكلم؟ يلا، من يقول لنا شلون نعرفها إذا كانت مقارنة؟ موجودة بها الذان. إيش بيها؟ تحتوي على ذان. ذان؟ أي. أوكي، خوش، صحيح. أكو بعد دليل آخر. إذا صفة مضيف لها إي آر تبقى نفس الصفة. بالضبط، هي إذا صفة، إذا هي صفة، إذا هي كانت صفة يعني نقدر نقول عليها هذه مقارنة. إذن يا أما تكون صفة أو تحتوي على ذان. إذا لقيت بالجملة ذان عبارة الذان فهذه هي مقارنة. أو إذا لقيتها هي صفة، يعني هي أصلها صفة ضايفين لها إي آر، مثلا بيج، بيج كبير صارت بيجر. شلون عرفتها مقارنة؟ لأنه بيها ذان، هذا واحد. أو ممكن تقول لأنه هي صفة مثلا. هذا بالنسبة للمقارنة. زين، نجي على إي آر الاسم. إي آر بالنسبة للاسم، شلون تعرف إي آر للاسم؟ من يقول لي؟ فعل مضيف له إي. نعم، أصلها فعل، أصل الكلمة فعل وأضيفت إليها إي آر. مثلا سينجر مغني، سينجر مغني. أو مثلا عندنا كلمة بلاير، أصل البلاير هي بلاي يلعب. إذن بلاي يلعب مو فعل. طالما هي فعل ضيف الاي ار صارت اسم. شلون اعرفها اي ار الاسم؟ اصل الكلمه تلقاها فعل، يعني مثلا يعني شيل الاي ار يبقى فعل، شيل الاي ار يبقى فعل. اما الحاله الاولى شيل الاي ار تبقى صفه. بالنسبه للحاله الاخيره هي حاله التكرار. الحاله الاخيره هي حاله التكرار، يسمونها الار بي، يرمز لها برمز الار بي، ريبيتيشن تكرار. وهاي شلون تعرفها؟ يكون اخر حرفين متكررين بالكلمه، اخر كلمتين متكررين بالكلمه، يعني بالكلمه. هي واضحه طلاب، اذا ما كانت هي اي ار للمقارنه واذا ما كانت هي اي ار للصفه فمباشره راح تقول عليها هي ار بي، الاي ار للتكرار، الايها الار بي. وهذا التمرين استاذ اذا تسمح لي اكو هذا كلمه شاذه باللي رابيت الشم اللي هي فلوكر، ماكو تكرار بالحرف. شنو هو؟ بس كلمة فلوكر، اكو كلمه واحده مذكوره بالمنهج، الكتاب المنهجي الوحيده ما بيها تكرار، شو والله مكرر بس هي معناتها تكرار. شو والله اكتب لي اياها. تمام، لحظات اكتب لي اياها. بس هو طلاب يعني شوف انت، اذا هي ما كانت مقارنه واذا ما كانت اسم فهي تكون تكرار، يعني هي منها هم تقدر تعرفها. يعني اذا هي شفق طبقت عليها بالنسبه لقانون الاي ار، طبقت عليها قانون الان ما صارت فهي تكرار. اكتب ليها بالتعليقات خلي اشوف حقيقه ما مر علي يعني هاي الكلمه. ما مر علي هاي الكلمه. هاي موجوده بالمنهج وين؟ بيا صفحه استاذ ما ادري، بس حسب المصادر مالتي اللي بحثت عنها هاي الكلمه هي حاله استثنائيه بالرابيتيشن. لا لا، ماكو استثنائيه، هو لازم ماكو سبب. بس يا ريت تجيب لي وين موجوده بالكتاب، يعني يا ريت. يعني هي مو اي بس تاكد، انا ما شايفها. انا هم تاكدت من الدكتور المسؤول عنه قال صحيح. تمام تمام، مو مشكله. يعني هو هي مو قاعده طبعا لازم يكون اكو تكرار،
هي مو قاعدة بس، يعني انت طلاب حتى مدوخ، اذا ما لقيت بيها، اذا ما لقيتها فعل، واذا ما لقيتها يعني صفة، اذا هي لا فعل ولا صفة فهي راح تكون تكرار. زين، فهذا التمرين عندنا الجملة الاولى بها ذان، اذا هاي للمقارنة. الجملة الثانية بها تكرار، هذه للريبتيشن. الجملة الثالثة فايتر، فايت معناها يقاتل، اي ار هذه اسم، شلون بلاير نفس الحالة. رقم اربعة بها ذان مقارنة، رقم خمسة بها تكرار، اذا هذه ريبتيشن، هذه ريبتيشن. هذا التمرين 18. اكو سؤال؟ واضح استاذ، واضح جيد. هسه خلي ننتقل الى الاي ان جي. طبعا الاي ان جي ايضا بها انواع، الاي ان جي ايضا بها انواع، او اكتبها يمك ملاحظه. اي ان جي للفعل في بي، اي ان جي للاسم ان مي ان ام، واي ان جي للصفه، اي ان جي للصفه. زين، اكتب يمك ملاحظه، تكون الـ ING NM، تكون الـ ING NM للاسم إذا احتوت على S. إذا لقيت بالـ ING S شو نعتبرها طلاب؟ اعتبرها اسم NM nominal، يعني اسم. إذا لقيت بها S لنا واضح؟ واضح سيارة. إذا لقيت هاي بالنسبة للـ nominal، إذا لقيت فعل كينونة is are am was were، أو فعال الربط، تعرفون فعال الربط لا لا؟ عفية، اللي أخذناه بالشابتر السابق اللي أخذناه linking verb أفعال الربط. إذا لقيت أفعال كينونة أو لقيت أفعال الربط، ذني الكلمة اللي بيها ing راح أسميها adjectival، او ال ان اي جي، او ال اي جي. واضح استاذ، واضح. ما لقيتها بذن الحالتين راح تعتبرها فيرابل، فعلي فعل يعني. واضح عيني استاذ؟ اذا تسمح عندي سؤال. ايه، احنا احتمال ما نلقيها مثلا، بس اذا نستدل عليها الاي ان جي الخاصه بالادجكتيف، اذا دخلنا واحده من هذا الفيري والرادر والموست والمور، ماشي، او النايس، مو المشكله. كلامك صحيح وانا افتهم هذا الشيء وادري بيه، بس مو كل الطلاب يعرفون معنى الكلمات، هي هاي المشكله. استاذ هو المعنى يعني، اي معناها هل من ادخل فيري اني بالضبط، معناها وهي صفه ليش ادخل فيري؟ بالضبط، هي هاي المشكله يعني. طبعا كلامك، هو من اللي تكلم؟ من هو؟ حسين، يعني ثانك يو فيري ماتش، اكشلي يور نوت اتس رايت اتس نوت رونج، يعني اي ابريشيت ات، ثانك يو فور ذس نوت، ثانك يو فور يور سبيتش، اي اجري وذ يو، اي توتالي اجري وذ يو، اوافقك 100%. بس المشكله ذا بروبلم ذات many most of the students they don't know the meaning، يعني اغلب الطلاب ما يعرفون معنى الكلمه، يعني هي هاي المشكله، يعني هي هذه المشكله اللي قاعد نواجهها. يعني هسه احنا، يعني هسه انت اذا تجيها مثلا، هسه نجي مثلا، يعني اذا اريد ناخذ مثال running from the bridge we watched the running water، يعني ما نقدر نقول احنا very running water، يعني المياه يعني جدا مسرعة، يعني ما ترهم. إذن هذه فيرابل، كلامك صحيح يعني حسين، بس المشكلة المعنى يعني ماكو، يعني طالب يقول لك أنا ما عندي معنى، أريد في القاعدة أقدر أمشي عليها حتى أقدر أحل. كلامك صحيح، هو إيه، هو صحيح هذا يعني، بس هو المعنى، يعني المشكلة المعنى. أو يعني هسا أحد عنده سؤال بعد لهنا على الـ ING وأنواعها؟ اخذ امثله، يلا خلينا ناخذ امثله. يلا عيني هسه طلاب، رقم خمسة sayings، شنو نوع الاي ان جي؟ من يقدر يجاوبني والسبب؟ nominal. why nominal because it, yes
انا عندنا اس. يس ثانك يو فيري ماتش. زين موفينج ام موفينج شنو هذه؟ اسمية هاي صح نومينال مو ذا قبلها اي معناها اسم بقيه شو تقولون؟ ادجكتايفر ليش؟ طلاب الميد من هاي فيرب هاي فيرب هاي شنو فعل فيرب ليش؟ لي انا اريد اعرف موفينج شنو جوابها؟ مو عندكم اجوبه نموذجيه ليش ما حالينها انتو؟ ادجكتايفر الأجوبة النموذجية شو تقول؟ طلاب هي مو حزورة ترى. حسين موجود؟ نعم استاذ موجود. حسين شنو الحل؟ استاذ هنا الحل أنا مو يم الحل بس هنا الحل فيرب لأن لا تحتوي على سؤال بالنسبة لي دخلت يمين من الصفات ما استقبلت فبذلك فقدت بس حالة الفيرب. أنت شفت الحل النموذجي؟ لحظة أنت صراحة أشوف لك يا استاذ. ايه شوفه استاذ هي مو الميد من افعال لكن بير يعني مثل ادجكتايفر لا مو شرط هي امك همك حالات شاذة مو شرط استاذ مو احنا مشينا على ملاحظتين اذا اكو افعال كينونة أو هذا الشائع يعني اكو حالات شاذة ما اعرف استاذ اذا قبلها ايه ذي حتى الحل النموذجي verbal هو هسه راح اعطيكم سبب ليش verb استاذ الحل adjective الحل النموذجي لا الحل النموذجي verbal انت المفروض حالينها دقائق يعني بالضبط على القاعده اللي انا ذكرت لكم اياها الميت لانها linking verb اجت وراها صفه استاذ نقطه 12 نقطه 13 اثنين بيه moving ايش يعني ما فهمت قصدك 12 الحل الصحيح 12 هنا راح يكون adjectival ليش لان قبلها linking verb هو الميد هاي بالنسبه لل12 اكو مشكله لهنا لا استاذ ما في مشكله بالنسبه للرقم 13 راح تكون verbal فعليه لان لا قبلها is وار وام واز وير ولا قبلها linking verb راح نعتبرها فعل ها تمام بس اعاده سريعه شوي اي مو مشكله احنا ذكرنا اليوم بهذا موضوعنا اللي هي انواع الاي ان جي انواع الاي ان جي اخذناها وقلنا الاي ان جي تكون فعليه اسميه حسب الحاله وقلنا تكون صفه اذا كانت تحتوي على linking verb وهنا عندنا الاي ان جي تكون صفه adjectival لانها تحتوي على الميد والميد من افعال الربط الميد من افعال الربط هل هنا واضح واضح سهل. وبالنسبة للموفينج بالنسبة للأموفينج هل هي تحتوي على الأس؟ طلاب الموفينج رقم 13 تحتوي على أس الجمع؟ تحتوي على أس؟ إذن هذه مو نومينال هل قبلها هل يوجد قبلها إز وآر وآم وواز وير؟ لا صار زين ما لا هي نومينال ولا هي ادجكتايفر اذا هي فيرابل حاول تقرا هذا التمرين وتركز عليه وان شاء الله راح انزل لكم شرح هذا التمرين يعني اصلا انا منزله بقناتي على اليوتيوب ما اعرف اذا اكو طلاب شايفينه لو لا هذا كل نقطه شارحها بالتفصيل كل نقطه شارحها بالتفصيل على هذا التمرين احد عنده سؤال عيني احد عنده استفسار حاول تقرا ذن المواضيع وتكتب عليه الملاحظات
الو جيد جيد جيد. هسه خلي نجي ناخذ ان شاء الله اليوم ان شاء الله راح ناخذ هسه انواع الماضي، حاله الماضي، صيغه الماضي، يعني تكون يا اما صفه او تكون يعني نوعين احنا عندنا للاي ان جي للماضي، صيغه الماضي، يا اما يكون ظرف، يا اما يكون فعل، يا اما يكون صفه. يعني صيغه الماضي او صيغه التصريف الثالث، يعني هي الماضي او التصريف الثالث، يا اما تكون فعل او تكون صفه. لنا واضح؟ واضح. طبعا اذا لقيت قبلها فعل رئيسي راح تكون فعل، اذا لقيت قبلها افعال كينونه راح تكون صفه. خلي نجي نحل التمرين، خلي اعيد لكم اياها، حسكم بعدكم ما فهمتوها. طلابنا الاعزاء، هذا الموضوع صيغه الماضي. صيغه الماضي تعرفونها؟ صيغه الماضي لما نحول الفعل للماضي، يعني الاي دي، نعم، اضافه الاي دي او اضافه او التصريف الثالث، يعني اضافه الاي دي او اذا كان الفعل شاذ. هاي مرات تجي بمعنى صفه ومرات تكون كفعل، فشلون اميزها كفعل او كصفه؟ يعني بالامتحان نعطيك جمله ويقول لك حدد لي هذا الاي دي او الماضي، هل هذا صيغه تصريف ام هذه صيغه تصريف ام هذه صفه؟ هذا المطلوب من عندك بالامتحان. فراح نعرف شلون نعرف هذه البرنتد، هذه صفه ام فعل. الجواب اذا لقيت قبلها فعل مثل ريد يقرا راح تكون هذه فعل، اذا لقيت هنايا افعال كينونه از ار ام واز وير راح تكون هذه صفه، راح تكون الاي دي صفه. لنا واضح؟ نعم استاذ واضح. يلا هسه الاولى شنو الحل مالتها؟ شو تكون صفه لو تكون اسم، لو تكون فعل؟ جاوبوني بالله بالتعليقات او شاركوا. فعل استاذ، فعل. فعل استاذ. ليش؟ صفه. ليش؟ لان ريد استاذ موجود. فعل رئيسي. طلاب هسه اريد واحد يجاوبني، فعل ولا صفه؟ فعل. ليش؟ لأن قبلها فعل رئيسي. أحسن، بالضبط، هذا الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح. نعم. الثانية من يجاوبني عليها؟ جيد. رقم ثلاثة همار أجيب. أحسنتم أحسنتم. لهنا واضح؟ واضح. هسه عندنا أيضا أنواع الـ LY. الـ LY مرات تكون صفة ومرات تكون ظرف، مرات تكون LY adverb وممكن تكون adjective. ها لنا واضح؟ شو تكون طلاب؟ صفة وظرف الالواي. جيد جيد. يلا هسه خلينا نشوف شو وقت راح تكون adjectival وشو وقت راح تكون ظرف. اكتبها يمك ملاحظة. إذا جاء، قبل الكلمة، فعل نعتبر الكلمة، ظرف. لا
العفو استاذ، الكلمه يعني اللي يحددها الاستاذ شنو نوعها؟ شوف، هو انت عندك هنا ال واي وعندك ال واي، هذه ال واي بالكلمه اي هذه وينها، يقول لك شنو نوعها، هل هذه ال واي للصفه او هذه للظرف، هيجي يريد لها عندك بالامتحان. اي وياي انتو طلاب؟ وياك. اي وطبعا يعني اكو ملاحظة احلى من ذني كلهن، كلش راقية وتفيدك. اذا لقيت قبل الكلمة، قبل الاختيار او قبل الكلمة اداة التنكير نعتبرها صفة، ما لقيتها أداة التنكير نعتبرها ظرف. هاي الملاحظة أسهل لكم ترى، ملاحظة ذهبية هاي. إيه ملاحظة كلش حلوة وبسيطة. بعيدها. إذا لقينا أي شوف. نعتبر هذه ال واي للظرف للصفه، نعتبر هذه ال واي للصفه. هل هذه الملاحظه تخص بس ال اي واي مو بس هي المثال اي ان جي موفينج قبلها اي ما لنا علاقه بيه؟ الو تسمعوني عيني؟ الصوت واضح؟ جيد جيد. اذا هذا التمرين صار واضح ان شاء الله؟ ان شاء الله واضح استاذ. تمرين هذا لا تقرونه، مو مهم، خطيتكم برقبتي، ما يجي بالامتحان. هذا الموضوع اخذتيه ولا لا؟ لا استاذ ما اخذناه. ما داخل. وهذا ايضا ما اخذتيه اكيد. اكيد ايش ما اخذناه. وهذا ايضا هذا داخل مو؟ لو ما داخل. الاي سي داخل. داخل استاذ هذا التقسيمات. نعم، بالنسبة لموضوع التقسيم يعني موضوع التقطيع، موضوع التقطيع بالضبط بالضبط مثل ما يعني انت عندك مثلا على سبيل المثال عندك مبردة، هذه المبردة الموتور مالتها عطلان وانت تريد تفسخها، يعني يصير اول ما تجي تكسر المبردة من فوق، تشيل القشر مالتها وتاخذ الماطور وتطلع، برايك هذا طريقه صحيحه لو خطا؟ هذه طريقه خاطئه. نعم اوكي. اول شغله شو تسوي لها انت؟ تفتح شنو الباب، بعدها تشوف الليف، تاخذ المكان ما صندات ما صندات، بعدين تفتح البراغي، بعدين تاخذ الماطور، ورا ما تاخذ الماطور صلحه، ترجع النوب تخلي الماطور، بعدين تصفط الليف عفوا البراغي، شدهن ما شدهن، بعدين تخلي الليف وترتب وترجعها، يعني اكو خطوات حتى تروح على الماطور. فهذه بالنسبه للتقطيع نفس العمليه بالضبط. اني عندي كلمه وهاي الكلمه بيها اضافات، اني اجي اريد الجذر، اريد الماطور، اول اضافه اخر اضافه انضافت ابدي بيها، اشيل الاضافه الاخيره هذا الباب مال المبرده، ارجع النوب اشيل الاضافه الثانيه، هذه مثلا البراغي ما براغي، وراها يلا اجي النوب على اليمين، اجي النوب على الجذر اللي هو المال. هسه مثلا راح نجي على هاي جنتل مالي، هذه هسه مبرده، هذا هو الماطور. ايش يصير اجي اشيل الماطور قبل او اخره؟ ما يصير، خطا.
لازم اول شغله اسويها شنو هي؟ اشيل الباب مال المبرده، اذا اللي هو ال واي، اللي هو شنو هو ال واي. اول شغله راح ابدا التقطيع بمن بالال واي، اجيب هذه هاي جنتلمان لي اقطعها هيجي واجر خط لي جوا، هذه اول خطوه. وراها النوب اروح على الجنتل اجر خط هيجي وهم اقطعها، بقت بس المان هذا وينها اللي هي معناها الجذر المان نفسه. فهذا هو موضوع التقطيع. شوف هذه انت ان جنتل مانلي اشيل اليو ان، النوب اشيل ال واي، النوب اشيل الجنتل وتبقى في حد المان هي الجذر. يعني اني حسب الترتيب راح يجيني سؤال يقول لي استاذ المشكله مو هنا، المشكله انه اني ما اعرف ترتيب الاضافات. يعني انا ايش مدريني اذا ان ال واي انضافت قبل اليو ان واليو ان ضافت قبل الجنتل والمان ضافت ورا المان، مو هذه اصعب مشكله قاعده تواجهكم. طبعا يعني هي ما تعرفها انت بس تحفظها، حاول ترقمهن. يعني حاول ترقم اول اضافه اللي هي المان، النوب جنتل، النوب ال واي، النوب اليو ان، ترقمهن حتى من يجنك من امتحان انت حافظ الترقيم وتبدي تخطط. ها واضح لنا؟ زين استاذ ملخصك استاذ عندي ملاحظه بالنسبه لليو ان هنا بهذا المثال، هنا اليو ان الو ما قاعد اسمعك يا حسين. هاي الملاحظه يعني مثل ما اقول بحثت عليها ولقيتها. ايش شنو هي؟ شو قولها عيدها ما سمعتك استاذ. هنا اليو ان اول شيء هنا اجت بمعنى نفي نوت، ايه فبذلك لا دام عندنا نفي بالبدايه الاولويه راح تكون للنفي. لا 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 حسين لا مو صحيح حسين، هذا كلامك مو صحيح، ما لها علاقه. يعني هل زين راح اعطيك مثال وانت قيس لي علي. نعم سيد. يعني هل انه اني دائما اللي اذا عندي نوت اليو ان ابدي بيها؟ استاذ مو هنا اذا اجت بالاخير من سفكسز ان اضافتي سفكسز هنا من النوت. لا مو شرط. هنا انا هم بي يو ان رقم 10 بالصفحه اللي بعدها. اعرف هذا يعني؟ اي دكتور. بادي بالفل. لا مو قاعدة، هذه مو صحيحة، مو يعني هي يعني ممكن تصير. شوف طلاب لا استاذ هاي هو حالة خطأ. هاي افتهم ادري هذا هو حالة خطأ. يعني هي المفروض احنا نبدأ باليو ان وبعدين الفل، ليش؟ شنو السبب؟ هو اكو قاعدة لهذا الموضوع، مو ما اكو بس هذين القواعد شوية يعني شلون اقول لك، يعني ما تقدر انت تفهمهن حقيقه، يعني ما حد يقدر يفهمهن الا الطالب المتميز كلش يعني يقدر يفهمهن. شوفوا طلاب، يعني اني هنا ليش ابدي باليو ان؟ ليش ابدي باليو ان؟ ليش ما تاثر على المعنى هواي؟ ها ما تاثر على المعنى هواي، يعني ما تغير على المعنى اذا حذفتها وخليتها. لا 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 مو هيك، لا اكو سبب اخر. شوفوا طلاب، هي اليو ان المن تنضاف للاسم لو للصفة؟ للصفة. اذا يا هي صفة اللو لو لوفل؟ اللوفل. هي اللوفل صفة. فشلون احنا نبدي شلون نقطع اليو ان عن اللو وهي اصلا اللو ما يصير ويا الفل بدون اليو ان؟ يعني انا ما اقدر اقطع اليو ان، ما اقدر اقطع الفل عن الان لا. ليش؟ لان الان لا ما تجيني ويا خلاص. ليش؟ لان اليو ان ما تجيني غير بس ويا الصفه، واذا شلت الفل انا بالبدايه فمعناها هذه مو صفه. ما اعرف اذا فهمتوها او لا يعني، بس هي هيك الفكره يعني تقريبا وصلت. اي يعني انا ما اقدر اقطع الفل بالبدايه، لازم اقطع اليو ان، لانه اذا قطعت الفول راح يبقى عندي ان لو، واليو ان ما تنضاف، اليو ان ما تنضاف للاسم، تنضاف فقط للصفه هيك. فنقطع اليو ان افضل، فنقطع اليو ان على مود تبقى لوفل، بعدين نقطع
يعني ال 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 بعدين نقطع ال الفول زين unlawfully. هسه خلي اسوي لكم كلمة اني هسه خلي اسوي لكم مثال unlawfully. اذا سويناها unlawfully يا حسين ويانا اي خلي اعطيكم مثال هسه وخلي نحلها هسه. هي الكلمة عندي law، هذا شنو معنى law؟ قانون. اضفت لها full، هاي ثاني اضافة full. بعدين ايش ضفت لها اني unlawfully انا هيك عجبني، وبعدين ضفت لها ly. هسه شلون راح اقطعها؟ من يقدر يقول لي؟ نقطع ال ly غير نقطع ال ly وبعدها اليو ان وبعدها الفول. هيك شفت يا حسين ليش اقول لك القاعده مو ما ترهم دائما اليو ان؟ هذا قصدي انا يعني. زين انا انت كملها استاذ اذا اجت اضافه بالاخير ماشي من اضافات السفكسز اللي من فئه الانفلكشنال هنا القاعده تبطل. مو هي الالواي مو انفلكشنال، الالواي هنا يا هذا الديريفيشنال ديفريشنال. بس هنا بالنسبه لي عن الملاحظات ما ادري الصراحه استاذ، خذت من الكتاب واعتمدت على المصادر. تفيدك انت اوكي، يجوز انت فاهمها بطريقتك. ما هي الالواي هي مو انفلكشنال، ال واي ديريفيشنال. صحيح استاذ، ال واي هنا صحيح وياك اتفق، ديفريشنال هنا. اي زين، بس اكو ملاحظات تساعدكم، اكو ملاحظات تساعدك لحل موضوع التقطيع. ملاحظات هي شنو هي؟ ملاحظات هي اولا تسوي ترقيم للكلمه، ترقمها 1 2 يعني حسب التقطيع، هاي واحد. ملاحظه ثانيه اللي ايضا تساعدك انه اضافات الانفلكشنال دائما ابدي بيهن. شكو اضافه انفلكشنال هي اخر اضافه، ليه؟ شنو السبب؟ من يعرف؟ ما تاثر على المعنى. لا، لان احنا قلنا الانفلكشنال هم لا لا، لانه قلنا الانفلكشنال يقفلون الكلمه، تتذكرون من اخذناهم قلنا يقفلون الكلمه، لذلك احنا نبدا بهم دائما. اذا انت من عندك اي دي، من عندك اس الجمع، من عندك الاي ان جي، ابدي بيها لان هي تقفل الكلمه. مو ذكرنا بالملاحظات؟ اي صار ذكرنا. هي هاي واضح لنا عيني؟ واضح سر. هسه هنا بما راح نبدي من يقول لي؟ نبدي بدي غير ليش؟ بالضبط نبدي بها بعدين هذه. بالضبط يعني هذين البقية حاولوا طالب المستوى زين زين. هسه هاي مس جوجمنت، مس جوجمنت ايش راح تصير هذه؟ من يقدر يقول لي بما راح نبدي؟ نبدي بالمس غير؟ ما ادري انا دي اسالكم. المنت المنت ليش؟ استاذ نبدي بالمس لان المس تنضاف للاسم والفعل. لا احنا نبدي بالمنت لانه احنا اذا قطعنا، اذا شوف هي هو يصير هي المس ما تدخل على المنت، المس ما تدخل على الاسم، تدخل على الفعل. انا اذا يعني ما يصير اني اقطع ال 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 المنت اقطع ال المس من الجادجمنت، ما يصير لان هي المس تدخل على الفعل، المس تدخل على الفعل، فراح اقطع هي مس جادجمنت يعني راح اقطع المنت وبعدين اقطع المس. ايش راح يصير استاذ؟ بالنسبه للمنت عليها ملاحظات استاذ، يقول يعني اذا اجت باي جمله اول ما تبدا به. من يقول استاذ؟ ملاحظات وصلتنا من بعض الطلاب يعني المتميزين. كان استاذ هي العفو هي المس والدس مو ممكن تدخل على على الفعل وممكن تدخل على الصفه، فعلها احتمال يتم بالحال حتى يمكن بالتمارين. لا لا لا، المس ما تدخل بس على الفعل. صار الحلين هاي الجمله بال... هي حلين صحيح. نعم هنا الحل اذا بديت بالمس صح، واذا بديت بالمد صح، اثنين صح. يعني هو طلاب هذا الموضوع هو راح يبقى ارباك، يعني هي المشكله بانه هذا الموضوع يعني اضافات ما تعرف. فانا حقيقه افضل حل نصيحتي لكم
تبدون تحفظ ترقمون ان 1 2 3 تحفظون الحفظ، يعني هذا الحل الوحيد حتى تاخذ درجه عاليه. وبالاغلب الاستاذ ما يجيب خارجي، يعني حتى اذا يجيب يجيب كلمه واحده لو كلمتين بالزايد، يعني اغلب الكلمات تجيبنا من الكتاب، واساتذه اغلبهم يجيبون من الكتاب نصا ما يجيبون شيء خارجي. اوكي استاذ واضح ان شاء الله. هسه راح نجي على الالامورف. تعريف الالامورف ما موجود هنا هو بشكل واضح. اكتبوا لي يمكن ملاحظة. اكتب لي يمك ملاحظة. راح ادزلكم تعريفه. راح اكتب لك كم، اكتب لي يمك ملاحظة. ما المقصود بالألمورف؟ الألمورف هو حالة أخرى للمورفيم، هو حالة أخرى للمورفيم، أي أنه اشتقاق من المورفيم نفسه. راح أدزلكم التعريف لحسين. سند زد لك التعريف، نزلهم اياه على الجروب. هذا هو الالامورف. Any of different forms of forms of morphemes، هو اي صيغه مختلفه لنفس المورفيم. يعني ممكن توضح لنا بعد اكثر؟ اي، يعني هسه مثلا عندي كلمه ديب، عميق. depth هي عمق، اذا ديب هي المورفيم، depth هي الالامورف، صيغه اخرى للمورفيم سميها احنا الالامورف. لنا واضح الالامورف؟ واضح لنا عيني؟ واضح. الصيغة اخرى للمورف. نعم، والتعريف عند حسين راح انزل لكم اياه. وطبعا من اشكاله هي صيغة الجمع. صيغة الجمع تعتبر الامورف بعض الاحيان. صيغة الماضي، التصريف الثالث، الافعال الشاذة، هذه كليتها هي كلها الامورف. يعني مثلا عندي keep kept. كابت هنا شنو؟ الامورف، صيغة اخرى للمورفين. لهنا مفهوم ان شاء الله؟ واضح استاذ واضح. بهذا التمرين محدد لك، قايل لك اريد المورفيم نفسه، واريد الفري الامورف، واريد الباوند الامورف. يعني مثلا هسه هذا هو، طبعا منطيك كلمات. شوف المورفيم هو سترونج بدون اضافه، الفري مورفيم هو يعني الرسم الصوتي مالته، الباوند مورفيم هو الرسم الصوتي لكلمه سترانج، اللي هي كلمه سترانج. يعني ما اعرف شلون اوصل لكم الفكره، يعني المورفيم طلاب خليها يمك ملاحظه. المورفيم هو الكلمه بدون اضافه، هو الكلمه بدون اضافه نقصد به المورفيم. اكتب يمك ملاحظة. الفري الامورف هو الرسم الصوتي للمورفيم نفسه، الباوند مورفيم هو الرسم الصوتي للصيغة الاخرى للمورفيم، يعني قصدي السترونج والسترينغث. اذا هسوية، يعني ان شاء الله توصل لكم الفكرة، ان شاء الله توصل لكم الفكرة. يعني حتى اعيد لكم اياها بشكل اخر، المورفيم هو الكلمه نفسها الاصليه، الفري هذه الرسم الصوتي مال لونج،
الباوند مورفيم هو رسم الصوتي لللينكث. هاي بعد ما اعرف هذا 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 اللي اقدر اوضح لكم اياه يعني. سير هذا الموضوع سير. نعم نعم يعني. واستاذ والاضافه الاخيره هاي الاضافه مثلا الاف هاي نحط لها شارحه وما نكتبها. اي طبعا. اي هنا هذا التمرين يعني write the base morpheme، اكتب المورفيم الاساسي and its allomorph for each group، يعني يريد for each group يعني يريد المورفيم ويريد الالمورف يعني. نعم يقولك استاذ حله. اي استاذ اول بدايه نجيب ود اي نحطها واي وايد وايد بين قوسين نحطها. ايه بعدين فري المورف نرسم الرسم الصوتي للود الكلمة الأولى. زين بعدين الباوند المورف نرسم الرسم الصوتي للكلمة الثانية اللي اشتقناها من وايد كلمة ثانية ويد. بس التي اتش ما نحطهن، نحط خط بالأخير، نحط خط. وهذا ليش؟ ليش؟ هو استاذ الباوند علامة علامة على الباوند بالضبط. نعم على انه هذا باوند. اي آه. انه باوند هذا الخط بالضبط. اي استاذ هذا كلش ايزي. يا اتس فيري ايزي. هسه لهنا واضح ان شاء الله عيني طلابنا الاعزاء يعني لحل هذا التمرين اي راح اعيد لكم اياه. انا عندي وايد، هذا الوايد اجيبها اسوي اخليها هنا، اسوي لها رسم صوتي، افتح قوسين هنا هيجي اسوي لها رسم صوتي هنا، هي هاي نفسها وايد نفسها، اسوي لها رسم صوتي هنا، كتبتها هي بالبدايه انه سويت لها رسم صوتي، ووراها اجيب هذه اي هذه ازوي اجيبها هنا اسوي لها رسم صوتي بس ما اكتب التي اتش، ما اكتبها، التغيير اللي صار عندي ما راح اكتبه. استاذ الصوت راح استاذ هسه هو رجع تقدر تكلم. والله يابا الكهرباء طفيت والنت فدنا بضعف يمي اصلا، راح تطفي الشبكه، فالمحاضره مسجله وتقدرون ترجعون عليها يعني اعذرون. خل نحاول نكمل هالبقيه الماده يعني قبل لا ينقطع النت. الو ويكسر جيد الموضوع انه بس رسم الصوت صعوبتنا. اي والله نرسم الصوت هذا نعم. يعني هذا الموضوع داخل مو خليني اشرح لكم هذا الموضوع، لان هذا الموضوع شويه مهم. انا الحاسبه طفت ما بيها، يمكن بيها بقت درجه واحده بعد، والله دمرتنا تقريبا نفس والله ما اعتقد راح نكمل الماده يعني اعذروني.